تعالوا نتابع بقى دلوقتي ملخص للي حصل امبارح في الحلقات من المسلسلات الرمضانية زي ما احنا متعودين، لان كان فيها احداث كتيرة قوي وتفاصيل مهمة هنتعرف عليها في التقرير اللي جاي. وجبة درامية جديدة شهدتها الحلقات رقم 4 من موسم دراما رمضان. كالعادة هنبدأ متابعتنا للأحداث في مسلسل الاختيار 3 اللي بدأت أحداث الحلقة الرابعة باسم النائب العام. بتتناول الحلقة الأزمة المتكررة لانقطاع الكهرباء ونقص الوقود في عهد مرسي. بيجتمع رئيس الوزراء وقتها هشام أنديل اللي بيجسد شخصيته صبحي خليل مع حكومته عشان يبحث الأزمة ويوصل لحلول لاحتواء غضب الشعب. فتح أنديل النقاش مع الوزراء لاقتراح حلول الأزمة، وهنا تكلم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وأكد إن لازم نتكلم مع الشعب بصدق ونوضح لهم الأزمة الاقتصادية ونحطهم في الصورة بأن التحديات كبيرة لأن الأزمة دي مش هتنتهي إلا بمشاركتهم. وهنا ظهرت علامات عدم الاهتمام باقتراح الفريق عبد الفتاح السيسي. وفي مشهد تاني بيجتمع خيرت الشاطر مع محمد مرسي وبيدور حوار بينهم وبين بعض عن استغلال حالة الغضب الشعبي في البلد وتوجيهها للنائب العام علشان يتخلصوا منه ويحطوه في مواجهة قدام المعارضة. وفعلاً مرسي سمع كلامهم ووقع على قرار بإقالة عبد المجيد محمود النائب العام. احنا موضعين كل حاجة على الأرض وصلتوه من الآخر كده. النائب العام ده مش هيمشي إلا بقرار جريء وصادم. بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون بشكر خاص لمحمد فراج على أدائه دور أبو مصعب، وبعد اللي حصل في حلقة امبارح من إنقاذ الضابط عمر لأبو عميرة من عمق داعش في عملية ناجحة ورجوعه لمصر. وحس قادة داعش بالإحباط وشافوا إن هيبتهم اتأثرت، وده بيدل على هشاشتهم وإن عملية واحدة ممكن تزلزل الجماعات المسلحة دي. وقرر سياف أمير داعش الانتظار على العملية اللي كان بيخطط لها في مصر رغم دخول رجالته الإرهابيين البلد. وفي مشهد تاني افتكر الضابط عمر أثناء تدريب حسين اللي بيجسده محمد فراج إن حسين كان قلقان يموت في معقل داعش وهم اللي يصلوا عليه، فكانت أمنيته إن المسلمين الحقيقيين يصلوا عليه عشان يتقبل الله دعائهم. فراح للمسجد وطلب من الشيخ الصلاة على حسين لأنه مات واتدفن بدون الصلاة عليه وسط ناس غير مسلمين. فراح الشيخ ونادى على المصلين اللي اصطفوا وصلوا عليه صلاة الغائب، وكان في مقدمتهم الضابط عمر. أنا بس كل اللي هممني إني لو مت هناك العالم الرمم دول هم اللي هيصلوا عليا، ودول بقى دعاهم ما فيهوش رجا. الحلقة الرابعة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بنشوف إن فاتن راحت للمحامي شكيب الإسكندراني علشان يحل مشكلة مسكن غير آمن اللي ناوي يرفعها عليها طليقها سيف، وقال لها المحامي إن في حل وحيد وهي إنها تروح لمجمع الخدمات المتكاملة اللي بيستضيف المرأة اللي تعرضت للعنف، ووضح لها إن المكان راقي جداً وتابع وزارة التضامن الاجتماعي، ولو صدر من طليقك أي حاجة هيكون الرد من الحكومة نفسها. وفعلاً فاتن راحت هناك وشرحت لهم كل حاجة ورحبوا بيها. بصي أنا لقيت لك حل في مكان، لو رحت فيه أنت وبناتك استحالة طليقك يقول عليه كلمة لا هو ولا المحامي بتاعه، ده غير وجودك فيه إدانة له. إيه المكان ده؟ مجمع الخدمات المتكاملة، مركز استضافة المرأة المعنفة. في الحلقة الرابعة من مسلسل دايماً عامر بدأت الأحداث بجولة مصطفى شعبان اللي اصطحبوا فيها صلاح عبد الله وخده عشان يعرف المدرسين عليه باعتباره هو المشرف الاجتماعي الجديد في المدرسة. وبعد جولة التعارف راح مصطفى شعبان لبهجة مسؤول شؤون الطلبة اللي هو شريف دسوقي عشان يعرف منه ملفات الطلبة ومعلومات عن الطلبة علشان يحل مشاكلهم كمشرف اجتماعي. حول ولا قوة إلا بالله. طب ما يمكن يا بهجة يا أخويا الولد عمل كده لما عرف ان امه هتتجوز. هو لسه ما يعرفش انها هتتجوز. الله، امال انت عرفت منين؟ انا شغلتي اديلك معلومات. الله الله الله. لا عندي حلول ولا بقول مصادر. وبدات احداث الحلقه الرابعه من مسلسل الكبير قوي الجزء السادس بان الكبير راح مع عمته الكبيره سما ابراهيم لبيت مربوحه اللي بتجسد شخصيتها رحمة أحمد علشان يخطبوها، لكن الكبير بلغ عمته إنه مش عاوز يتم جوازته لأنه لسه بيحب هدية، بس هي بتصر على الجوازة
وفي الوقت اللي الجوازة فيه بتتم، العترة وجوني بيخططوا ازاي يتخلصوا منها لأنهم مش عاوزين الكبير قوي يتجوزها. بس الجوازة تمت واحتفل الكبير بحفل زفافه وسط أهل المزاريطة، وسط الفرح ظهر جوني اللي نفذ قراره وخسر وزنه ورجع لجسمه الطبيعي. كمان فاجئ جوني الكبير وجاب له المغني أحمد شيبة عشان يحيي فرحه. لا يوم عدي على حرمة بيت ولا جيت على حتى ضعف منك حجان يا كبير، قلبك في خير لو استنار ولا بيهمك. الحلقة الرابعة من مسلسل مكتوب عليا بدأت بالقبض على العصابة اللي قامت بالسطو المسلح على البنك اللي بتشتغل فيه سلمى، وده أتاح الفرصة لأكرم حسني أو جلجل إنه يتعرف عليها، لكن ما ادتلوش اهتمام وتجاهلته. بعد كده راح لصاحبه في مكان عمله وبلغه إن موضوع الكتابة اللي بتظهر على إيده جت في صالحه، لأنه قدر من خلالها يكتشف أمور كتيرة كانت هتضره. اكتشفت يا سيد إن موضوع الكتابة ده دايماً بيجي في صالحي، يعني بسبب الكتابة أنا أنقذت حبيبة قلبي من الموت. الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا رابط 2 حصل فيها أحداث مشوقة ومواقف طريفة. والدة سارة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة شيرين راحت لها علشان تبارك لها على الحمل، وهنا سارة بتقول لوالدتها إنها قلقانة بخصوص الحمل وإنها مش عاوزة تعرف نوع الجنين، فوالدتها قالت لها إنها جابت كل حاجة للطفل لكن ما عرفتش تطلع بالشنطة، فطلبت سارة من زومبا إنها تنزل تجيب شنطة البيبي من عربية والدتها. وبعد ما زومبا أخدت المفتاح سمعت سارة وهي بتقول إن نفسها الطفل يجي بسرعة، فلما نزلت علشان تجيب الشنطة من العربية واحدة من الأمهات كانت بتحاسب التاكسي قدام باب العمارة وحطت طفلها الرضيع فوق العربية، فراحت زومبا أخدت الطفل وطلعت بيه لسارة في الشقة. يا لهوي ابني، الحقوني يا ناس ابني، ما شفتيش يا اختي العيل اللي كان هنا؟ ما شفتيش حد عدى أخده؟ ابني يا ناس الحقوني الحقيني يا اختي. الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار شهدت افتراق محمد رمضان أو ماهر عن دينا الشربيني أو ورد، وده بعد ما هربوا من رجالة أحمد كمال وجيه بيه واستخبوا هما الاتنين مع ابنهم رحيم في جراج ترام اسكندرية، وراح ماهر علشان يجيب أكل، إلا إن ورد جريت من الجراج وهربت بعد دخول مجموعة من الشباب، وفي نفس الوقت تم احتجاز ماهر في الاسم بسبب الاشتباه فيه ومعرفش يتواصل مع ورد. بشر كنت نازل أجيب عشاء لمرات وابني، أنا كنت هجيب أكل الفلوس دي كلها. الحلقة رقم 4 من مسلسل ملف سري للنجمة هاني سلامة شهدت أحداث كتير مشوقة. يحيى اللي بيجسد شخصيته هاني سلامة كان بيدور على خطيبته نور أو رحمة حسن بعد اختفائها قبل ميعاد جلسة الحكم في قضية عيلة الملكي، لكن ما لقاهاش، وكان هارون الملكي ويوسف الملكي قاعدين مع بعض بيتكلموا في أمور قديمة بينهم، ومن الواضح إن بينهم كره كبير بسبب عداء قديم.